السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم ولايف جديد. النهاردة في هذا الجزء عن دردش مع بعضينا دردشة مهمة جدا عما يدور داخل نادي الزمالك. في تصريحات لميتشيو مهمة جدا كان بيخاطب بها جماهير نادي الزمالك، يا ترى ماذا قال ميتشيو لجماهير نادي الزمالك، وكمان المغالطات اللي صدرت من المشرف العام على الكورة أمير مرتضى منصور بشأن إصابة فرجاني ساسي. أنا بعتبر أن كلام أمير اللي قاله عن إصابة فرجاني ساسي إساءة لفرجاني ساسي، لأن ما ينفعك تتكلم وانت مشرف عام على الكورة وانت مش عارف الحالة إيه ولا فاهم حاجة. يعني أرجوك لإما تسكت لإما تجيب معلومة سليمة تتكلم فيها. فخلينا الأول نبدأ بتصريحات ميتشيو ونشوف آخر أخبار فرقة الكورة في نادي الزمالك وماذا يدور في القلعة البيضاء. النهاردة ميتشيو تكلم كلام مهم جدا خطف فيه الجماهير وقال إن جماهير نادي الزمالك تنتظر منا شكل جديد بعد التوقف وشكل مغاير على الشكل اللي كنا عليه قبل توقف الدوري. شايفها انها تصريحات منطقية وتصريحات محترمة، ولكن خلينا يعني نعرف هو ميتشيو يتكلم كده ليه. يعني هو بالفعل اعتراف ضمني انه كان سيء جدا قبل التوقف، وان على فريق الكورة وعلى ميتشيو انهم يعرفوا جيدا ان الزمالك يطلب منهم الافضل ويطلب منهم الكثير. مزيد من التفاصيل ونشوف ميتشيو قال ايه بالتفصيل لجماهير الزمالك، ونروح نطير سريعا الى نادي الزمالك وخبيرنا المتخصص في اخبار نادي الزمالك الاستاذ علاء حمام. استاذ علاء حمام السلام عليكم. السلام استاذ عبد الناصر، تحياتي لحضرتك ولحضرات الساده المشاهدين. يعني خليني ابدا معاك يا استاذ علاء في هذا الجزء واتكلم عن تصريحات الصربي ميتشيو. ميتشيو النهارده تحدث وخاطب جماهير الزمالك، عايز رايك الشخصي في التصريحات وماذا قال بالتفصيل للجماهير. هو ميتشيو عقد جلسه مع اللاعبين النهارده، اتكلم معهم على اهميه مباراه انبي، ووجه رساله للجماهير. مباراه انبي امتى يا استاذ علاء؟ مباراه انبي امتى؟ مباراتين بيوم الاثنين ان شاء الله. اتفضل. هو اتكلم اللعيبه على اهميه مباراتين ان هم لازم احاول نكسب، كمان قال لهم ان الجماهير منتظره تشوف الفريق بشكل افضل بعد انتهاء التوقف، ووجه كلمه لجماهير الزمالك ان هو استغل فتره التوقف افضل استغلال وان صلح كتير جدا من اخطاء وان هم هيشوفوا المستوى الفني اللي يرضيهم. طبعا حضرتك عارف ان مباراتين دي هتشهد منافسه شرسه لان المدير الفني النادي انبي مدرب القدير الكابتن حلمي طولان، وطبعا دايما الكابتن حلمي طولان بيعمل مباريات كبيره امام الفرق الكبيره. كمان الكابتن حلمي طولان تولى انبي منذ فتره قصيره ولم يوفق في اول مباراه ليه امام اسوان، فبالنسبه لمباراه الزمالك دي هتكون عنق الزجاجه وان هو هيسعى بكل ما يملك ان هو يحقق نتيجه ايجابيه يوم الاثنين امام الزمالك. عشان كده انا متوقع ان المباراه يكون فيها منافسه ونديه كبيره جدا داخل الملعب. طيب قبل ما نروح للنقطة اللي بعد كده يا أستاذ علاء، أنت رأيك كيف تصريحات ميتشيو؟ هل هي اعتراف ضمني وإحساس إنه كان الفريق سيء جدا قبل التوقف، وإن هو عايز يدي الفريق دفعة معنوية إنه لابد أن يظهر بمظهر أفضل، وإن مباراة إنبي هتكون اختبار حقيقي لهذا المظهر، وإن هو بيطمن الجماهير، ولماذا في هذا التوقيت وجه كلامه للاعبين مخاطبا الجمهور الزملكاوي؟ اولا هنروح لتصريح قديم لميتشيو لما قال ان هو ما عندوش وقت ان هو يصلح الاخطاء وان الوقت مش ساعته، دلوقتي الوقت متاح له، كان عنده فتره توقف طويله. فهو لما اتكلم النهارده ان كان في اخطاء، هو قبل كده كان بيقول في اخطاء وكان بيتكلم دايما في انخفاض المستوى في الشوط الثاني، وكان بيقول ان هو ما عندوش مدرب احمال وانه منتظر وصول مدرب الاحمال، وان ضعف اللياقه البدنيه ونقص اللياقه البدنيه بيأثر على المستوى الفني للفريق. دلوقتي مدرب الاحمال جاله، خد فترة التأهيل، خد جرعات تدريبية كبيرة جدا مع اللاعبين، يعني دلوقتي مفيش حكة ان هو يتكلم على أي نقص داخل الفريق. هو لما اتكلم النهارده وقال ان في أخطاء، هو قبل كده اعترف بالأخطاء زي ما قلت لحضرتك، اعترف بانخفاض المستوى في الشوط الثاني، واعترف كمان بانخفاض معدل البدن للاعبين، يعني هو عارف ان في أخطاء، وكان عارف قبل توقف الدوري ان الجماهير غير راضية على المستوى الفني للفريق. كمان برضه هو وصل له ان كتير جدا من نجوم الزمالك السابقين طلبوا برحيله، وعلى راسهم طبعا كان الكابتن رضا عبد العال. هو اختار التوقيت ده عشان يحسس اللاعبين بالمسؤوليه. اتفضل.
اللاعبين والجماهير، لان المخاطبه كانت للجماهير نمره واحد. ايوه، ما انا بكمل اهو، بقول ان هو اختار التوقيت ده عشان يعرف اللاعبين حجم المسؤوليه اللي عليهم، وبرضه لازم يكلم الجماهير دي ويطمنها ويقول لهم هو عمل ايه فتره التوقف الطويله دي اللي الفريق خاض فيها اكثر من معسكر وخاض فيها عدد من المباريات الوديه علشان يصلح الاخطاء وعشان يرفع المستوى الفني والبدني للاعبين. طيب يعني خلينا يوم الاربع كانت في تصريحات مثيرة للجدل لأمير مرتضى منصور، أنا بعتبرها إساءة لساسي، يعني لما يكون عندك نجم كبير بوزن ساسي ما تتكلمش كلام مغلوط، لا إما تعرف معلومة مؤكدة لا إما ما تقولهاش، يعني اتكلم في الإصابة بشكل بعيد كل البعد عن الحقيقة، وكان كلامه يعني معرفش مش فاهم هو إزاي مشرف أمع الكرة مش عارف حالة اللعيب وإزاي يطلع للإعلام يتكلم غلط، يعني التفاصيل التصريحات دي اقصد على هو فعلا نجل رئيس النادي المشرف على فريق الكوره اتكلم في تصريحات مغلوطه عن فرجاني ساسي، وقال ان اللعيب عنده اصابه في العضله الضمه، وده خبر غير سليم خالص بالمره، مش حقيقي خالص. الكلام عن الاصابه خطا. طبيب الفريق التونسي سهيل الشملي اعلن في اكثر من مكان، واعلن على موقع الرسمي للاتحاد التونسي والمواقع الرياضيه التونسيه، وقال ان اللعيب عنده كدمه في اوتار الفخذ، وان الكدمه دي كانت قويه جدا جدا، وان اللعيب ما كانش قادر يقف على رجليه في مباراه غينيا الاستوائيه، علشان كده الجهاز الفني للمنتخب التونسي فضل ان هو يخرجه، وقال ان اللعيب بيخضع لجلسات طبيه علشان يتخلص من الالام اللي في اوتار الفخذ بسبب الكدمه اللي جات له في مباراه غينيا. فطبعا لما نجل رئيس النادي ومش مع فريق الكوره يقول تصريح غلط عن اصابه اللاعب، يبقى ده يدينا على طول شكوك ان ممكن يكون هو اصلا ما تواصلش مع اللاعب وما اتكلمش مع اللاعب، لان مش معقول اللاعب ما يكونش عارف حقيقه الاصابه اللي هو بيعاني منها، او مش عارف الالم اللي هو بيعاني منه في اي مكان في رجليه. وده بيودينا السؤال، يعني ما زالت ازمه المستحقات مجهوله. طبعا كان المفروض ساسي يصل من حوالي نص ساعه، لحد دلوقتي مفيش اي معلومه خالص عن وصوله، لكن خد بقى الجديد يا استاذ عبد الناصر ان مسؤول الزمالك جهزوا نص مستحقات ساسي المتاخره، مجهزينها علشان لو اللعيب وصل هيديهم له على طول عشان يمتصوا غضبه، وهيتعهدوا له ان خلال اسبوعين هيسددوا له النص الثاني من المستحقات المتاخره. طيب في فضول عند الناس، هل لديك الارقام الخاصه بالمستحقات او المبلغ اللي اتحضر؟ هو خد 4 مليون جنيه. لكن هو ساسي بيحصل على 30 مليون جنيه في الموسم. 30 مليون في الموسم؟ 30 مليون جنيه في الموسم. مليون ونص دولار. يعني ما تحولوش غير 4، عشان كده زعل وقال لك لا يليق بالمستحقات بتاعتي. يعني هو كده ليه حوالي كتير، يعني ليه فوق ال 10 مليون جنيه لسه فاضل له. يعني ممكن يكونوا جهزوا له 5 دلوقتي. ممكن يكون جهزوا له 5 عشان يمتصوا، هم جهزوا فعلا، مش جهزوا له، هم جهزوا فعلا علشان يمتصوا غضبه يعني، ويحاولوا ان هم يصلحوا معاه الامور. طيب بلغوا الكلام ده للنفاذ عشان يبلغوا له، عشان يبينوا ان هم عندهم نيه ان هم يحلوا ازمه مستحقات ساسي. طيب خليني مستمر معاك، هل في عقوبه ستوقع على محمود علاء كما ذكرت بعض المواقع؟ تعقب الصوره دي على محمود علاء، ايه السبب؟ بسبب مطالبته بتعديل العقد؟ لا، هو اصلا رئيس النادي هو اللي اعلن تعديل العقد. محمود علاء ما طلبش حاجه. رئيس النادي هو اللي خرج وقال اعدل العقد لمحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعه وجنش طارق حامد. رئيس النادي هو اللي قال كده بعد البطوله الكونفدراليه. يعني محمود علاء ما طلبش حاجه. يعني ما فيش اي مشكله خاصه بمحمود علاء في النادي؟ لا، هو محمود علاء رئيس النادي هو اللي قال اعدل عقود الخماسي دول. عدل عقد طارق وما عدلش عقد رباعي، وقال لما التوقف بتاع الدوري يجي هعدل عقد رباعي، جه التوقف وما عدلش حاجه. فاللعيبه زعلانه ان هو قال كذا تعهد وما التزمش بيه، وادى كذا كذا ميعاد وما التزمش بيه، لكن اللعيبه ما طلبتش تعديل، ده هو اللي قال انا هعدلهم عقودهم لان هم بياخدوا مبالغ زهيده لا تتناسب مع المبالغ اللي بياخدوها زمايلهم. رئيس النادي هو اللي اعلن كده. طيب تمام، طمنا على حضور الجماهير في مباراه الاول من اغسطس بطل انجولا. مباراه الاول من اغسطس بطل انجولا تقام يوم 7 ديسمبر. الزمالك عمل اتصالات بين الجهات الامنيه وقال لهم انا عايز حضور جماهيري، الجهات الامنيه ما عندهاش اي مانع خالص، وافقت على حضور الجماهيري، لكن لسه هتحدد عدد الحضور ولسه هتحدد ملعب المباراه.
يعني جميع اذا الفرق خلينا المباراة هيكون ملعب السلام. نطمن الجماهير ان الجماهير حاضرة في مباراة الاول من اغسطس بطل انجولا. فعلا جميل حاضرة في مباراة الاول من اغسطس بطل انجولا يوم 7 ديسمبر، وفي الغالب المباراة تقام في ملعب السلام في الغالب هي يعني. اكيد ملعب السلام اللي انا عارفه يعني. طيب النهارده الخميس اوباما غاب عن التدريبات. اوباما عنده نزلة برد عنيفة، حضرتك عارف اليومين دول في تقلبات مناخية جامدة جدا، وامبارح كان اسلام جابر برضه عنده نزلة برد الراجل. فاوباما اتصل بدكتور اسامة محمد، عفوا الدكتور محمد اسامة طبيب الفريق، وبلغ ان هو تعبان، فاداله مجموعة من الادوية يعني بحيث ان هو يتعافى ويكون موجود بكرة ان شاء الله في تدريبات الفريق بصورة طبيعية. طيب الدوليين اللي كانوا مع المنتخب في جزر القمر انتظموا في التدريبات النهارده؟ الخماسي انتظم امبارح، كان طارق حامد حضر لكن ما اتدربش، كان ادى تدريبات استشفائيه في الجيم، لكن كل النهارده الخماسي كلهم كانوا موجودين في التدريبات. احمد سيد زيزو، محمد عواد، محمود علاء، عبد الله جمعه، طارق حامد، الخماسي النهارده كانوا موجودين وشاركوا في التدريبات بصوره طبيعيه استعدادا طبعا لمباراه ان شاء الله اليوم الاثنين في الدوري. طيب طمنا على شيكابالا. شيكابالا كان اشتكى، جاله شد خفيف جدا في العضله الضمه، فاشتكى لطبيب الفريق، طبيب الفريق قال له ما تكملش التدريب، وهو كان بيشارك بصوره كويسه جدا وكان ظاهر بصوره كويسه، فقال له لا ما تكملش التدريب علشان الشد ما يزيدش، تعالى نعمل جلسه طبيه وتعمل تدريبات تاهيليه خفيفه علشان الالام تروح وتكون جاهز ان شاء الله خلال الايام الجايه ان انت تشارك مع الفريق في اول مباراه بعد انتهاء التوقف امام انبي. طيب في سؤال جاي لك بيقول لك فتوح هل سيعود للزمالك ام هناك نيه لشراء ظهير ايسر جديد؟ لا الزمالك اتفاجئ طبعا بالمستوى الفني الفتوح، والحقيقه كل مدربين الزمالك وابناء النادي كانوا بيطالبوا الاداره ان هي ما تمشيش فتوح، وان فتوح يستمر وما يتعاقدوش مع محمد عبد الشافي، لان محمد عبد الشافي رجع الزمالك بعد ما جفت عروض السعوديه، لما كان عنده عروض في السعوديه ما كانش بيرجع الزمالك، كانوا بيكلموه مسؤولين الزمالك كانوا يقول لهم لا انا مش هقدر ارجع، لكن اول ما العروض جفت وما لهاش عروض خالص في السعوديه راح اتصل مسؤولين الزمالك وقال لهم انا جاهز ان انا ارجع. كل ابناء نادي الزمالك، كل مدربين الزمالك طلبوا من الاداره ان هم ما يتعاقدوش مع عبد الشافي وان فتوح يكمل، لكن الاداره عندت وتعاقدت مع عبد الشافي وخرجت فتوح اعاره، لكن طبعا بعد التالق الكبير جدا اللي ظهر عليه فتوح مع منتخب مع فريق سموحه وانضم للمنتخب الاول، بعد كده تالق مع فريق سموحه وانضم للمنتخب الاولمبي وظهر بصوره كويسه جدا في المنتخب الاولمبي، لدرجه ان كل مدربين الفرق المنافسه بتتكلم عليه، وكل الناس اللي بتحضر المباريات بتتكلم عليه، وكل الوكالات بتتكلم عليه، وكل شركات تسويق الرياضه بتتكلم عليه، الزمالك فطن للامر وقال ان هو هينهي اعاره فتوح نهايه الموسم، وان فتوح هيعود لنادي الزمالك، وان الزمالك مش هيقفل خالص مساله التعاقد مع اي لعيب في الجهه اليسرى للفريق، وان فتوح هيكون موجود مع عبد الله جمعه بدايه الموسم المقبل. وده بيخلينا نقول ان لما بيستمع كلام اهل الكوره دايما وابدا الصح بيتعمل، لما بيشتغل مرتضى بدماغه هو وعياله النتائج بتبقى سلبيه. دي حقيقه، دي حقيقه فعلا، دي حقيقه فعلا. طيب دي حقيقة فعلا. طمنا على اسلام جابر، رجع التدريبات النهارده الخميس؟ رجع النهارده، رجع وكان عنده نزل برد، واسلام جابر رغم ان هو صانع العاب لكن ميتشو جربه في مركز ظهير الايسر، والحقيقه برضه اللعيب ظهر بصوره كويسه، وده يدل ويثبت ان الزمالك عنده ازمه في مركز ظهير الايسر رغم تعاقده مع عبد الشافي، لسه برضه بيجربوا لعيبه في مركز ظهير الايسر علشان تكون مع عبد الله جمعه، ورغم ان اسلام جابر بيلي ميكر وبيلعب صانع العاب وبيلعب طرف، لكن الراجل ادى في مركز ظهير الايسر، وهنقول برضه لجماهير الزمالك ان اسلام جابر ده هو اللعيب الوحيد الذي لن يشارك في اي مباراه رسميه مع الزمالك منذ التعاقد معاه، رغم ان اللعيب ده امكانياته كويسه جدا جدا جدا. ولكن خلينا الرؤية الفنية ما نتدخلش فيها، دي رؤية ميتشي ويتحمل المسؤولية. هل لديك أخبار أخرى يا أستاذ علاء؟ لا ليس لدي أخبار أخرى يا أستاذ عبد الله. يعني أشكرك على كل هذه الإيضاحات، وبإذن الله تعالى ألتقيك مساء الجمعة ونحتفل سويا بفوز المنتخب ببطولة الأمم الإفريقية. بإذن الله تعالى، بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله، وتنقل لنا كل التصريحات من الملعب وآخر الأخبار من ملعب المباراة إن شاء الله عن كل لايف بعد نهاية المباراة مباشرة، وأنا عارف إنك هتكون في الإستاد، وأتمنى لك مشاهدة سعيدة وتيجي سعيد، والمنتخب بطل لأفريقيا، منتخبنا الأولمبي يستحق كل خير، فرحنا وأدخل البسمة على قلوب وشفاه كل المصريين.
كلام حضرتك سليم بالظبط. شكرا جزيلا استاذ علاء حمام صديقي العزيز وخبيرنا المتخصص في شؤون نادي الزمالك. نقرا بعض الرسائل اللي جت في هذا الجزء الخاص باخبار وكواليس نادي الزمالك علشان خاطر برضه ما نزعلش حد من الاصدقاء الاعزاء. ونقرا الخبر العاجل اللي وصلنا الان، عاجل: الزمالك يقرر عقد اجتماع الاثنين لبحث الانسحاب من السوبر الافريقي. الخبر العاجل اللي جاي لنا دلوقتي قبل ما نقفل ملف نادي الزمالك ونقرا رسائلكم: الزمالك يقرر عقد اجتماع الاثنين القادم لبحث الانسحاب من السوبر الافريقي. يوم الاثنين مباراة الزمالك وانبي، هنشوف ده هيحصل قبل المباراة ولا بعد المباراة، وهنكون معاكم في كل التفاصيل باذن الله تعالى اللي هتحصل. خليني برضه اقول ان الخبر جاي لي ان اغلبيه المجلس مع السفر الى قطر منعا للاضرار وحتى لا يتعرض الزمالك الى عقوبات. طيب نشوف الاخبار، الرسائل اللي جايه من حضراتكم. مشاركات يا جماعه لو سمحتوا، مشاركات ومنشن، ولو سمحت في على اليوتيوب لايك اذا عجبك الفيديو، واذا ما كنتش مشترك في القناه اشترك وفعل زر الجرس. طيب عندنا بعض الرسائل. النجم الاعلام الحر الله يخليك يا استاذ احمد فهمي، الاستاذ سيد احمد: النهايه قربت. محمد عواد: ما تخافش لينا راجل ومكمل ومش هنسيب البلد الا على مقابرنا. نجم الاعلام الصادق الله يخليك، ابو احمد محمود ابو ربيع: ابو ربع بنحبك في الله. يعني اشكركم على كل الكلام الرقيق. الاستاذ احمد عمر: مساء الفل يا استاذ احمد ومن عينيا اكلمك على الخاص. يعني رسائل كثيره جايه لنا، بس كان عندنا فقره النادي الاهلي، خلينا نروح لخمس دقائق راحه، بعد الخمس دقائق نأتي إليكم بكل أخبار وتفاصيل النادي الأهلي. ما زلنا في اللايف، أوعوا تسيبونا، بعد دقائق نلتقي بإذن الله تعالى وجزءنا الثالث وماذا يدور في القلعة الحمراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.